علي لطفي احد نجوم النادي الاهلي في مركز حراسه المرمى. علوه الف مليون مبروك، انجاز جديد وبطوله تعتبر جديده بالنسبه لك مع النادي الاهلي. طبعا بحمد ربنا طبعا سبحانه وتعالى، ومبروك للعيبه الرجاله. الحمد لله عملنا بطوله كويسه وشرفنا اسم مصر وشرفنا افريقيا، والحمد لله أدينا بشكل كويس، وبحمد ربنا على البرونزية، وإن شاء الله نرجع تاني نحقق مركز أفضل بإذن الله. ببارك طبعا للعيبة وبارك للجهاز الفني وللإدارة وجمهور، طبعا جمهور النادي الأهلي العظيم اللي واقف في ظهرنا دايما وكان بيداعبنا طبعا الفترة اللي فاتت كلها، وبخصوصا الجمهور اللي موجود في الدوحة كان واقف معانا بشكل كويس جدا، والحمد لله أدينا بطولة كويسة وان شاء الله القادم افضل يعني باذن الله. لفت نظري على مدار الرحله العلاقه القويه والطيبه ما بين رباعي حراس المرمى، انت والشناوي ومصطفى وحمزه، علاقه ممتازه وفي علاقه حب ما بينكم. ده اعتقد بيبقى شيء مهم جدا في المركز ده تحديدا، وبتساعدوا بعض بشكل جيد حتى في التدريبات. طبعا الحمد لله، طبعا هي زي ما احنا قلنا هي الروح دي اللي بين الفريق، هي اللي بتصنع البطوله، واحنا الحمد لله طبعا ده سواء اللعب او عدم اللعب ده حاجه بتاعه ربنا سبحانه وتعالى، والاهم حاجه اللي موجود الحمد لله بيأدي بشكل كويس، وده بيفيد الفرقه، واهم حاجه عندنا طبعا اسم النادي هو اللي يكون في المقام الاول. فالحمد لله يعني الحاله دي هي اللي منجحانا الفتره اللي فاتت، ويا رب يديمها الفتره اللي جايه باذن الله. تقول ايه جمهور النادي الاهلي؟ لا طبعا جمهور النادي الاهلي دايما واقف في ظهرنا في الحلو والمره، زي ما احنا بنقول في حلو والمره معانا، فطبعا بنشكرهم جدا، وان شاء الله اللي جاي افضل، وعلى طول دايما في ظهرنا. احنا خلاص احنا هنفرح النهارده وبعد كده نقفل، خلاص نقفل خلاص، عندنا ماتش يوم 16 نبدا في افريقيا، وبعد كده عندنا ماتش الكاس، وبعد كده في سفر الماتش التاني بتاع افريقيا، فالماتشات كلها قريبه من بعض، فاحنا ان شاء الله نحاول نفصل خلاص ونركز في اللي جاي باذن الله. بتزعل من بعض الانتقادات في بعض الاحيان، رغم ان مركز حراسه المرمى مركز حساس والحارس لازم يكون بيلعب كتير، فانت مثلا بتقعد فتره ما تلعبش ترجع تلعب، فبيبقى في بعض الانتقادات بالنسبه لك، بتستقبل الانتقادات دي ازاي؟ لا طبعا انت حارس منتخبات وحارس دولي، يعني حارس كبير، فبتأدي بشكل جيد، لكن الطبيعي جدا في المركز ده انك لما بتغيب فتره ممكن تبقاش موفق، بتبقى عايز حساسيه المباريات. طبعا طول ما انت اللعيب، طبعا طول ما هو موجود في الملعب رجله في الملعب زي ما احنا بنقول بيبقى ماشي بشكل كويس. لا طبعا ما بزعلش طبعا من الكلام ده كله، الكلام ده كله بحطه قدامي وبشتغل على نفسي، وان شاء الله انا اقدر يعني زي ما احنا بنقول اقدر يعني اعمل حاجه كويسه للناس تتبسط منها ان شاء الله، وربنا يكرم الفتره اللي جايه. وفي ايه يا ابني؟ يا ابني مش عارفين نتكلم يا ابني. اكرم برضو مش عارف في ايه يا كراميلا، في ايه؟ يقول لك ايه؟ طب لا هو اللي يقول، بتقول ايه يا اكرم؟ فعل فعل يا ابوي، وحياة ابوك يا خلف لا ترفع راس ابوك فوق. ايه سر الكلمه دي؟ طبعا فنان محمد هنيدي دي. لا اكرم بيحب الافلام دي قوي يعني، فهو من الشخصيات، اكرم شخصيات المحترمه جدا، ومن لعيبه الرجاله طبعا، فهو لا هو بيحب الافلام دي، وعلى طول هو الافيهات دي على طول معانا في المعسكر يعني. فطبعا انا بحمد ربنا، وان شاء الله بنوعد الجمهور وبنوعد الاداره اللي احنا ان شاء الله نقدر نكمل على هذا المنوال اللي احنا ماشيين فيه، وربنا يكرم ان شاء الله.